لقاء مع مبدع وبرنامج نستضيف في نقطة من المفكرين والباحثين لمعالجة أمور تتعلق بطبيعة الإنسان. يتطرق لكل ما هو مؤثر في الطبيعة البشرية ويعالج أفكار تحدد نشأة الإنسان والحياة على الأرض. فمن سيكون معنا ضيفا في اللقاء القادم؟ أهلا بكم مجددا في لقاء مع مبدع، واليوم لدينا حلقة مميزة ونتكلم فيها عن التطور، نظرية التطور. ونظرية التطور إذا قلنا يعني بكلمات قليلة ما هي نظرية التطور؟ نظرية التطور هي إن الكائن الحي الأول نشأ من مادة عديمة الحياة، هذا ما يؤمن به، ثم توالد أو تغير إلى أنواع مختلفة من الأشياء الحية، منتجا في النهاية جميع أشكال الحياة النباتية والحيوانية التي وجدت ذات مرة على هذه الأرض. كل ذلك يقال إنه أنجز دون تدخل فوق الطبيعة لخالق. ويحاول بعض الأشخاص يعني يقرؤون هذه النظرية لكن يخلطوا الإيمان بالخلق والتطور. ماذا يقولون؟ قائلين إن الله قام بالخلق بواسطة التطور، إنه جلب، أي إنه جلب إلى الوجود أشكال الحياة البدائية الأولى، وإنه بعد ذلك جرى إنتاج أشكال الحياة العليا فيها الإنسان، يعني كل الأشياء ومن ضمنها الإنسان بواسطة التطور. لكن هل التطور حقيقة علمية ثابتة لا ترقى إلى الشك؟ يدعي دعاة التطور بأنها ثابتة ولا تقبل الجدل. اليوم سنتطرق لهذا الموضوع من عدة زوايا، سنطرح بعض الأسئلة التي سيكون شرحها مفصل من ناحية، ومن ناحية أخرى ربما نتطرق لها في حلقات لاحقة. ضيفنا في هذه الحلقة مميز هو الباحث هاني سليم، هو سيجيب على بعض الأسئلة التي سنتطرق لها في هذه الأمسية. دعونا نرحب بضيفنا. أهلا بك هاني، أنا سعيد جدا أنك تكون معي في هذا اللقاء، وهذا الموضوع شيق الكبير العريض الطويل. أهلا عزيزي آدم، أهلا بك وأهلا بكل ضيوفك ومشاهدينك الكرام. شكرا، شكرا لك ولوجودك معنا هاني. طبعا قبل أن نبدأ، قبل أن ندخل في صلب الموضوع والأسئلة ومتشوقين لسماع أجوبتك لها، من هو هاني؟ ربما يتساءلون بعض المتابعين، يقولون من هو هاني؟ أول مرة تكون معي في القناة، فممكن تعطينا عنوان تعريفي عن شخصك؟ شكرا جزيلا. اسمي هاني سليم، من أصول، من ناحية الأب أصول مصرية، وعشت يعني فترة صغيرة في مصر أثناء الدراسة في الثانوية العامة والكلية. تخرجت من كلية الألسن قسم اللغة الألمانية نفس سنة تخرج حامد عبد الصمد، أستاذ حامد عبد الصمد إذا يعني الناس تستمع عنه. ويعني تركت المنطقة الشرق الأوسط بعد فترة وجيزة، ويعني عشت في أوروبا والولايات المتحدة ودول كثيرة، واستقر حاليا في أستراليا من حوالي 16 أو 17 عام. دراساتي، الدراسة الأولى الجامعية هي بحث اللغة وأداب اللغة وتاريخ اللغة في اللغة الألمانية والأسبانية والإيطالية والفرنسية. اللغة العربية كانت عندي ركيكة ولكن تحسنت مع الوقت، لأن أمي لم تكن بالمصرية. وبعد كده اهتميت جدا بدراسات مختلفة، فدرست علم النفس في أيرلندا وهي بلد الأم، وبعد كده درست عندي ماجستير في الفلسفة من جامعة أوكلاند في نيوزيلندا، ومؤخرا حصلت على الماجستير رقم 2 في إدارة الأعمال الـ MBA في ملبورن أستراليا. حلو،
جميل جدا، أنا سعيد جدا أسمع كل هذه الأشياء اللي أنت قمت بها والإنجازات. واليوم موضوعنا هو عن نظرية التطور، ربما يكون بعض الشيء مختلف عن ما أنت درست فيه من اللغات ومن دراساتك السابقة، لكن أنا أعرف أنك أنت باحث جيد، وأعرف أنك أنت عندك حلقات قدمتها عن هذا الموضوع، ولهذا السبب دعنا ندخل مباشرة في الموضوع. أنت تعرف هاني أنه الكثير من الناس يهتمون بهذه نظرية التطور، ومن جانب آخر هناك الكثير ينتقد هذه النظرية، وهناك الكثير من الناس يشرحون هذه النظرية كما يبدو لهم. كيف تشرح نظرية التطور ونشأة الحياة أنت من وجهة نظرك؟ نعم، لأول شيء أو أول شيء عاوز أوضحه معنى كلمة نظرية، لأنها تقفلت في المجتمعات العربية. يعني هي في المجتمع العلمي تسمى حقيقة التطور، أصبح لا مجال للشك أبدا في أن هناك حقيقة تسمى التطور، وتأتي النظرية كما تفهم في العلم لتفسر هذه الظاهرة. الجاذبية، كل هذه الأشياء لها نظريات تفسرها. فنظرية التطور ما هي إلا عملية التفسير لهذه الحقائق الملاحظة ووضعها في صياغة تسمى النظرية، ولكن في المنطقة العربية تفهم عادة النظرية على أساس أنها شيء غير حقيقي أو شيء غير مثبت. هذا الحقيقة عدم فهم للعلوم. كلمة نظرية في العلوم هي أعلى ثقة للوثوق بظاهرة معينة في محاولة تفسيرها والوصول إلى آليات العمل بها. يعني مثل ما أنا قلت في البداية، أنه الذين يؤمنون بهذا الشيء أو يصدقون هذه النظرية إنها لا 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 ترقى إلى الشك، يعني أدنى شك ما فيها، صحيح ولا لا؟ طبعا كلمة الإيمان ليست هنا كلمة تستخدم، لا لا لأنها لأنها يعني نستطيع أن نتحقق منها تجريبيا ونتأكد منها، وطبعا هي بعيدا عن يعني يوجد الكثير من العلماء الممتازين اللي هم لم تمنعهم مسيحيتهم مثلا أو إسلامهم في أن يكونوا علماء يعني مشهورين جدا في هذه المنطقة. أعطيك مثال، فرانسيس كولينز رئيس الهيومن جينوم بروجكت، هذا الشخص الذي فكر الشفرة الجينومية الإنسانية بالكامل، هو شخص مسيحي ومسيحي مؤمن جدا، ويعني كان أحد شهود في المحكمة، لأن كانت هناك 5 قضايا شهيرة في الولايات المتحدة ضد تدريس نظرية التطور من قبل مجموعة من الخلقيين، ولكن أتى في قضية شهيرة تسمى الدوفر كيس، وقال أن يعني أن نظرية التطور هي حقيقة مثبتة ولها أدلة كثيرة تعضدها. نعم نعم. إذا خلينا ندخل بهذا الشق، بما أنه أنت يعني ذكرت بعض الأسماء وأنهم يقولون أنها لا ترتقي إلى الشك، وأنها من العلوم الحالية التي دخلت في العلوم الحالية، خلينا ندخل بهذا المنظار. ما هي الأدلة أو ما أهمية هذه النظرية؟ نحن خلينا نسميها نظرية لأنه العامة يسموها نظرية. ما أهمية هذه النظرية في العلوم الحالية اليوم؟ كيف تفسر لنا أنه هذه النظرية أخذت مكانا راسخا في العلوم وتعلم في الجامعات كما يدعي الآخرون؟ أوكي، هنبدأ من البداية، لأن القصة البدائية هي مهمة، وهي تعقد الحياة البيولوجية. الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت قال عن التنوع البيولوجي أنه لن يأتي إسحاق نيوتن لورقة الشجرة، بمعنى أن التعقد البيولوجي شيء معقد جدا وصعب الفهم، ولن يأتي عالم بمقام إسحاق نيوتن ليفسر كيف كان هذا التنوع، ولكن كان هو على خطأ كبير، لأن أتى تشارلز داروين وفي رحلة إلى جزر الجلاباغوس قريبة من الإكوادور قام ببعض المشاهدات، وأن نوع من العصافير يسمى الفينش له مناقير مختلفة حسب الجزر الصغيرة المختلفة المجاورة لبعضها البعض، وكانت ولاحظ أن هناك تنوع في أنواع الطعام على كل جزيرة، وأن كل منقار لهذه العصافير كان مناسب لنوعية الطعام. فمثلا الجزر اللي فيها المكسرات، الأشياء المحتاجة
تكسير. فكانت مناقير هذه العصافير غليظة وقصيرة وتستطيع أن تكسر بشدة. الأماكن اللي فيها رحيق كانت المناقير مدببة وطويلة، يعني تكيفت حسب أجواء الطعام الموجودة في هذا الموضوع. فأول شيء يعني كان دائما يقال النظرية الدينية في الخلق المباشر، لماذا توجد أنواع مختلفة من هذا الكائن الواحد وهي فقط موجودة لتتكيف مع أنواع الأكل؟ فطرأت على باله الفكرة وقال ماذا لو أن الكائنات الحية مع الوقت تتطور وتتكيف مع المنطقة الملائمة حتى تستطيع أن تبقى على الحياة. ورجع بالكلف والكلف والكلف لدرجة أنه اشتغل في الإمبريولوجي أو عملية الأجنة، ففوجئ بأن كل الكائنات الحية في الأسابيع الأولى من طبعا أنا يعني احنا اتفقنا أن احنا نعمل جزء تاني، في الجزء الثاني أوعدكم أني حأتي جاهزا بالصور أوضح فيها ماذا أقول. فالأجنة في كل الكائنات الحية من العصفور للفيل للزرافة للتمساح والإنسان تشبه بعضها البعض لدرجة أنك لا تستطيع أن تفرق الإمبريو بتاع التمساح بتاع الإنسان، وتحصل الاختلافات بعد كده في مرحلة متقدمة. فذهب إلى نظرية ماذا لو أن كل هذه الكائنات الحية بدأت بداية أولى من سلف مشترك. من سلف مشترك، نعم. وهذا الموضوع هو اللي نحن حضرنا له سؤال، ونريد نعرف هل هناك سلف مشترك بكل هذه الأشياء وكيف نوثقه بهذا الشيء. خليني أدخل، يعني أنت يعني أثرت هنا نقطة، أنك أنت تقول أنه أصبحت نظرية تطور بالملاحظة، بدأت بالملاحظة، خلينا نقول ملاحظة الحيوانات وكيف والطيور. هل تعتقد أنه نقاد نظرية التطور ابتدأوا من هذا المنطلق؟ والله يعني سوف تفاجأ أن المجتمع العلمي في هذه اللحظة وحتى المجتمعات المدنية العادية في إنجلترا لم تعارض نظرية التطور. لم يكن عندها عفوا هاني، أنا قصدي أنه النقاد لنظرية التطور كثروا، وخاصة الذين يؤمنون بالخلق. نعم نعم. فأنت قلت أنه من جهة الملاحظة أصبحت النظرية بدائية، فهل تعتقد النقاد ابتدأوا من هذه النقطة لينتقلوا هذه النظرية؟ نعم، أنا كنت بس هذهب إلى المنطقة التاريخية لإمتى بدأ النقد، لأن تشارلز داروين جلس على هذه النظرية لمدة 17 عام لم ينشر، لأنه كان متكوف لتداعيات هذه النظرية، وأجبر على النشر في كتابه On the Origin of Species، أصل الأنواع، في أصل الأنواع. نعم. بعدما تواصل معه والاس، عالم آخر في إنجلترا برضو، ألفريد والاس، وقال له أنه وصل إلى اكتشاف معين، ووجد أن هذا الشخص وصل إلى نفس اكتشاف داروين، فأجبر داروين على النشر حتى لا يفقد براءة الفكرة يعني، وتقبلها المجتمع بشكل عادي جدا. ولكن داروين لم يشمل في كتابه الإنسان، تكلم فقط عن الكائنات الحية، فلم تجد المجموعات في هذه اللحظة أي غضاضة في أن طالما أن الإنسان كائن متفرد فيحتمل أن الحيوانات كانت هكذا تتطور، فلم يكن هناك مشكلة كبيرة جدا. ولكن عندما أخرج كتابه الثاني واسمه On the Descent of Man، أو هبوط الإنسان، وتكلم على أن الإنسان كمان هو كمان داخل هذه المجموعات التي تطورت من سلف مشترك، هنا بدأت الانتقادات، لأن كان الاعتقاد أن الإنسان was made in the image of God، خلق الإنسان في صورة الإله، فلا يمكن كان أن يتطور من كائنات أكثر بدائية يعني. وهنا حصل المشكلة، لأن يبدو أن الإنسان متفرد بشكل تام عن بقية الحيوانات، ولم يروا ما رأى
داروين، وهنا بدأت المشكلة. هنا بدأت المشكلة، وهنا أصبح الانتقاد، وخاصة من الذين يؤمنون بوجود خالق، يعني برواية الخلق، لأنه هم لا يقولون عنها أن نظرية الخلق بل هي رواية الخلق. عزيزي هاني، إذن نحن يعني step by step، يعني ننتقل من نقطة إلى أخرى، يعني ما هي الأدلة التي تشكك في صحة نظرية التطور؟ يعني أين يضربون الذين يشككون بهذه النظرية؟ والله أكبر منطقة مشككة هي كانت في القدم هي عبارة عن رفض فقط سطحي للموضوع، لأنه ضد رواية الخلق، ولم تكن هناك مشاكل علمية. ولكن بعض العلماء قالوا، لأن لا ننسى أن داروين مات ولم تأتي العلوم الأخرى الموازية التي أكدت نظرية التطور. نظرية التطور تسمى حاليا بالنيو داروينزم أو الداروينية الجديدة. الداروينية الجديدة. لو داروين أتى اليوم لهذا اليوم سوف يعني يدخل الصف ليتعلم نظريته من أول وجديد، لأنها أضيف لها البعد الجيني. كان في واحد اسمه غريغور مندل الذي قام بالفك الجينات وفهم أن كيف تحمل الصبغة الوراثية، لأن لم يكن داروين يعرف آليات الانتقال الصفات. فأتى مندل وفك الشفرة الوراثية وتكلم عن الـ DNA، وتأكدت نظرية داروين من قبل علم آخر موازي. ولكن طبعا بسبب أنها كانت لسه حديثة، أحد الانتقادات كانت تقال منذ حوالي أكثر من 120 سنة من الزمان، وللأسف تكرر إلى هذه اللحظة وانتهت من زمان، وهي الحلقات المفقودة. كان في الانتظار أن توجد حاجة اسمها transitional species، أن هناك يجب أن يكون هناك كائنات حية في المنتصف ما بين كائن حي وكائن حي آخر. فالحقيقة كانوا يعني بالذات في عملية الإنسان والقرد العليا كانوا ينتظرون كائن حي أو بقايا كائن حي نصفه إنسان ونصف قرد، ولكن ليس هكذا تعمل التطور. لا يوجد أبدا كائن على الإطلاق في كل عملية التطور هو نصف شيء والنصف الثاني شيء آخر، ليس هكذا يحدث التحول. ولكن حاليا طبعا حضرتك يعني عايش في أوروبا، والميوزيومز وكل متاحف أوروبا لها فرع خاص تسمى المتاحف الطبيعية، وهذه المتاحف الطبيعية مليئة بالحفريات التي تتكلم عن التطور، سواء إذا كانت حفريات إنسانية أو حيوانية، وفيها مراحل التطور، ونجد فيها الأشكال المختلفة للكائنات الحية التي عاشت وانقرضت وأدت إلى تطورت إلى الأنواع الأخرى الجديدة الموجودة عندنا. أحد أكبر اعتراض حاليا في العصر الحديث يأتي من مدرسة تلبس عباءة العلم ولكنها ليست بعلم، وهي الانتليجنت ديزاين أو المصمم الذكي. يأتي بها بعض علماء البيولوجيا مثل مايكل بيهي وواحد تاني اسمه ديمسكي ولينسكي، ومشهورين بمعهد يسمى الديسكفري انستيتيوت. معهد هذا الديسكفري انستيتيوت في الولايات المتحدة هو أصلا بدأ في الثمانينيات بالخلقيين اللي هم المسيحيين اللي بيؤمنوا بعلاقة الخلق، وكل اعتراضهم كان عن أن ليس هناك وقت كافي لتعقد الخلية بهذا الشكل، وتسمى هذه النظرية أو هذه الفرضية بتاعتهم the irreducible complexity أو التعقيد الغير قابل للاختزال. فهم بيقولوا أن لا يوجد هناك وقت كافي لتعقد الخلية بهذا الشكل. يعني أنت تطرقت للحفريات، مع أنه يعني في كثير من العلماء، يعني حسب أنا اطلاعي وحسب ما أنا قرأت، هناك كثير من العلماء لا يؤيدون أن الحفريات تدعم نظرية التطور. أعطيك واحد منهم، يعني مثلا عندنا في الكومنثويل التوجيه الأحيائي في أوتاوا كندا، اللي اسمه هو ويليام تومسون،
يقول بعد قرون من موت داروين لا نملك بعد أدنى فكرة يمكن إثباتها أو حتى شبه معقولة عن كيفية حدوث التطور، وفي السنوات الأخيرة أدى ذلك إلى سلسلة غير عادية من المعارك الفكرية حول المسألة كلها. وبعدين هو نفسه يتطرق إلى الحفريات، يقول يعطي كثير الانطباع أن سجل الأحافير يدعم النظرية القائلة بأن هناك أصلاً مشتركاً، وبرأيهم يجب أن تكون أشكال الحياة كلها قد تطورت من سلف مشترك، لأن الكائنات الحية جميعها تستخدم لغة واحدة الذي هي لتخزين المعلومات الـ DNA. ويضيف يقول إنه هذا الشيء لا يدعمه علم الحفريات، لا يدعم نظرية التطور. لكن أنا يعني مش هذا هو الهدف، يعني السؤال الذي يطرح نفسه في هذه المسألة حتى نحن نضحط ما قاله هؤلاء العلماء، ما هي الطفرات الأساسية اللازمة لظهور هذه الأنواع الجديدة؟ والحقيقة يعني ما قاله هذا العالم، وهناك علماء فعلا يتكلمون بهذه الطريقة، لكن في أي علم في حاجة اسمها في العلوم تسمى الـ scientific consensus أو الاتفاق العلمي. في كل علم من أول الكوزمولوجي إلى الكيمستري هناك بعض العلماء بيختلفوا في الطريقة بتاعتهم أو الموديل أو لهم رؤية مختلفة. هذول العلماء بيكونوا أقلية وعادة لا يستطيعوا أن يثبتوا وجهة نظرهم بإثباتات، لأن لو العلم ليس عندهم محاباة، من يأتي بالورقة العلمية التي تثبت بالتجربة تنتصر على الرأي الآخر بصرف النظر عن أهمية قائل العبارة، شهرته، نفوذه. دائما التجربة هي سيد الموقف في العلم، فحتجد مجموعة وعادة بيكونوا محفزين بسبب الاعتقاد الديني، وعادة وفي بعضهم الحقيقة غير متدينين لكن ينتقدون نظرية التطور في بعض الآليات، وده متاح وده موجود في كل العلوم. لكن الاتفاق العلمي الواسع هي أن يتم تدريس هذه النظرية في كل أنحاء العالم، في كل الجامعات المرموقة، وتنتج منها تقنيات تساعد الإنسان وتتوقع بأشياء تساعد الإنسان في حياته. كل الفرضيات وكل الانتقادات الأخرى هي مجرد انتقادات لا تأتي أولاً بموديل بديل لتفسير التعقيد البيولوجي، ثانياً لا تؤتي بشيء يساعد الإنسانين. الإيفولوشن تستخدم في صناعة العقاقير وأشياء أخرى تساعد الإنسان في الحياة وتعمل predictions أو تعمل توقعات. يعني الفيروس، علاج الفيروس الكوفيد، لولا فهمنا لنظرية التطور لما أنتجنا عقاقير يا إما RNA أو DNA للفيروس الفاكسينز، أو في علاجنا للميكروبات بالأنتيبيوتيك. بدون فهم الإيفولوشن لن تستطيع أن تخرج بهذه العقاقير بهذا الشكل المؤثر. نعم نعم، لكن الطفرات الأساسية، يعني نحن قلنا أنه يعني أنا راح أعطيك مثل، يعني هي الطفرات الأساسية اللازمة لظهور هذه الأنواع الجديدة. يعني مثلا داروين يقول، أو الذين يؤيدون هذه النظرية لحظة، يقولون بأن تحول، يقولون أنه يعني مثلا أن السجل هذا سجل يبرهن أن الأسماك تحولت إلى برمائيات، وإن الزواحف تحولت إلى ثدييات. لكن هل هذا ما اكتشفته الأحافير حقا؟ هذا السؤال طرحوه العلماء، ومن بعدها مباشرة أطلق تشارلز داروين شجرة الحياة، ونسب لها أنه كل الأغصان تعود إلى سلف واحد. فأنت حسب بحثك، حسب ما أنت توصلت إليه بالبحث، كيف وصلت هذه الطفرات الأساسية اللازمة لظهور هذه الأنواع؟ أوكي، عشان نتكلم عن الطفرات لازم نفهم ما هي الطفرة. ماذا كيف تحدث؟ ولها علاقة بعملية التكاثر. هناك 7 خصائص للكائن الحي، وأحد الخصائص هي الريبرودكشن أو عملية التكاثر. كان قبل التكاثر الجنسي كان هناك تكاثر متكاثر اللاجنسي.
قبل التكاثر الجنسي، وهذا كان عبارة عن انقسام فقط. هذا الانقسام برغم أنه يحتاج إلى طاقة قليلة جدا ولا يحتاج إلى مجهود، ولكنه لا كان ما كانش يحدث تنوع في الحوض الجيني لهذه الكائنات الحية. فإذا أتى فيروس أو بكتيريا لها تهاجم هذا الكائن فينتهي عن بكرة أبيه، لأن الأميون سيستم بتاعه وجهاز المناعة ليس فيه تنوع في هذا الحوض الجيني حتى يصد الهجوم من الفيروسات والبكتيريا المختلفة. بعد فترة من الزمان يحصل تطور لآلية التكاثر، ويحصل شيء اسمه التكاثر الجنسي من حوالي 600 أو 700 مليون سنة. هذا التكاثر الجنسي لأول مرة هو عملية استبدال الـ DNA أو الشفرة الجينية ما بين الذكر والأنثى 50% و50%، فيؤدي إلى offspring أو صغار يجمعوا الكاركترستيكس أو الصفات من الأب والأم. ولكن في أثناء طبعاً الـ T والـ C وكل هذه الحروف اللي هي تمثل الـ DNA تدمغ في بعضها البعض، وأثناء الدمغ تحدث أحياناً أخطاء في الطباعة، تأتي صفات جديدة، وده اللي يسمى الميوتيشن أو الطفرات. نعم طفرات. هذه الميوتيشن في بعض الأحيان، على فكرة معظمها لا مفيد ولا مضر، في الكثير منه مضر، وأحيانا يكون نافع. مثلا يعطي لأول كائن في الحياة أول نتوء بما يشبه ربع الجناح، فيستخدم من قبل هذا الكائن في عملية الجري السريع والتوازن، زي كده اللي بيمشي على الحبل ويكون ماسك عصا في المنتصف لكي يتوازن. وهذا الربع جناح يتطور ليصبح نصف جناح، فيحصل حاجة اسمها زي الجلايدنج في كائنات حية لا تطير ولكنها تعمل عملية جلايدنج زي الشوجر جلايدر، هو لا يطير ولكنه يعني يقفز من شجرة إلى شجرة، ويعني يكون راكب للهواء في المنطقتين، ويستخدم فترة وجيزة جدا في أنه يتعلق بالهواء إلى أن يصل إلى الجناح الكامل. ولكن هكذا تحدث الفترة الطفرة، هي عبارة عن أخطاء في الطباعة ولكن تؤدي إلى تنوع جيني لم يكن في الحسبان ولم يكن في المعطيات جديد ما بين الدمغ ما بين المنطقتين جديد. هنا فإذا كانت مناسبة وصادفت أنها مناسبة للكائن الحي لكي يبقى للحياة، وهذا الكائن فعلا يبقى للحياة بسبب هذا النوع من، فطبعا يمارس الجنس ويتكاثر ويعطي هذه الخاصية الجديدة للصغار في الأجيال اللي بعد كده فتورثها. فيكون هناك طفرات مثل ما أنت قلت، يعني بغض النظر الانتقادات الموجودة على هذا الموضوع، لأنه يوجد كثير ينتقدون هذا الشيء. لا ندخل في دائرة الانتقاد الآن، لأنه إذا دخلنا سنغوص يعني وسيطلع لنا كثير من الأشياء. لكن خليني يعني في هذا المجال اللي نحن دخلنا فيه ندخل تلقائيا إلى الانتقاد الطبيعي، لأنه هذا الشيء يأخذنا إلى الانتقاد الطبيعي لظهور الأنواع الجديدة. صحيح. السؤال هو يطرح نفسه، كيف يكون الانتقاد الطبيعي لظهور الأنواع الجديدة؟ هذا الانتقاد الطبيعي اللي هو سماه تشارلز داروين، اللي هو تطرق له وعمل له شجرة الحياة. نعم. أنا يعني دلوقتي في كل المنطقة العلمية التحول من نوع إلى نوع آخر أو الزخم والمحرك الأساسي فيه ليس الاصطفاء الطبيعي كما كان يعتقد، لأن الاصطفاء الطبيعي natural selection ليس هي فقط الميكانيكية الوحيدة داخل التطور. natural selection أو الاصطفاء الطبيعي فقط تفسر التكيفات المحلية لنفس الكائن الحي داخل المنطقة التي يعيش فيها، فهو لا يتحول من كائن إلى كائن آخر بسبب natural selection، ولكن مع الزمن الطويل جدا نعم يؤدي لهذا، لكن هناك عامل أهم وأكبر من هذا الموضوع بالذات في
ما بما نسميه speciation. speciation هو تحول الأنواع من نوع إلى نوع آخر مختلف تماما. يعني أنت دخلت في الكلمات اللي كان يقولها داروين إنه هذا الشيء إلى يؤدي إلى سنوات طويلة المدى، سماها التطور الجليل. صحيح. والثانية سماها التطور الطفيف. صحيح. المايكرو والماكرو. مايكرو إيفولوشن والماكرو إيفولوشن. نعم هو الاثنين واحد، بس لو في معادلة رياضية هيكون الطفيف التطور الطفيف بلس تايم تي، يعني تحط الوقت مع الطفيف يؤدي إلى الجميل. بالإضافة إلى شيء آخر، شيء هو الأهم في الإطلاق على الإطلاق، شيء يسمى الجينيتيك الجيوغرافيكال دريفت والجينيتيك دريفت، يعني معناتها الابتعاد الجيني والابتعاد الجغرافي. يعني أعطيك مثال، كائن حي يعيش مثلا في أفريقيا وتمت عملية هجرة أثناء الباسجس اللي هي بتكون ممرات جليدية لما كانت القارات قريبة على بعضها بشكل أكبر، فبتخرج مجموعة من كائن معين يعيش إلى منطقة أخرى، في مثلا في منطقة باردة، وتبتعد تماما عن ما يسمى بالانسيستر بوبوليشن او المجموعة المؤسسة لهذا الكائن. فيذهب الى المنطقة الجديدة، يبتدي يتكيف الميوتيشن تحصل وتظهر اشياء تجعله يتكيف مع الاوضاع الجديدة، ومع الوقت يأخذ الأفريج أو المتوسط السبيسيشن أو التحول من نوع إلى نوع آخر، يأخذ من حوالي 2 إلى 5 مليون سنة، عشان الناس يعني تفهم البعد الزمني لعملية التطور. احنا نتكلم، لا نتكلم في عشرات ولا مئات ولا آلاف، نتكلم في ملايين السنوات. هذا الابتعاد الجغرافي يؤدي للتالي: غذاء من نوع مختلف، تكيف من نوع مختلف، فيحصل التغير المورفولوجي، أن يتغير شكل هذا الكائن الحي ليكون بشكل آخر، يعني يستطيع أن يتكيف مع المنطقة الجديدة، إلى أن يصل إلى منطقة تسمى في الأحياء speciation، وهي إذا أن التقى هذا الكائن بالكائن الأصلي لو انفصل عنه، إذا تزاوج لا ينجب أبناء أو صغار، أو لو أنجب ينتج شيء يسمى infertile offspring، أو يعني مثلا الحصان والحمار يأتوا بالميول، وهذا الميول هو عقيم لا يستطيع أن يتكاثر، وده بداية speciation الافتراق الجين. عفوا هاني، أنت قلت جملة، أنت قلت إنه يعني آسف أرجع شوي للوراء، لأنه أنت قلت شيء ربما ليس موجود في نظرية التطور. أنت قلت إنه التطور الطفيف يؤدي بنا إلى التطور الجليل. نعم. يعني هذا معناه إنه كلهم من سلف واحد، لا يصل بنا إلى نوع جديد من الكائنات. لا، مش بهذا الشكل. أنا كنت أقصد أن الماكرو إيفولوشن أو التطور الجليل ما هو إلا تطور البسيط، وتضيف له بعد التايم، يعني عايز وقت أطول، مع ابتعاد جغرافي يؤدي إلى الابتعاد الجين. لأنه في نظرية التطور يقول إنه يتطور شكل للحياة إلى شكل آخر مختلف كلياً، وتسمى هذه العملية التطور الجليل. نعم، هذا هو ما أتكلم عنه. ما أنت قلت إنه تطور الطفيف يأخذنا إلى التطور الجليل. نعم. يعني معناها من 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 نفس الشيء، يعني لا لا لا، لا. التطور الطفيف plus زائد. زائد تايم و جينيتيك دريفت و جيوغرافيكال دريفت، يعني يعني ما هو حتما ان التكيف وطبيعه الحيوانات انها تهاجر بحثا عن الطعام،
فسوف دائما يعني الإنسان نفسه مهاجر. نحن كلنا كلنا في نظرية تسمى out of Africa، نحن كلنا كنا نسكن القارة الإفريقية. نعم. وهاجرنا وتغيرت الأشكال، يعني المورينا الشقراوات والعيون الزرقاء، العيون الزرقاء لها جين معين وهو جين موجود في مناطق معينة مثلا في أوروبا. الشعر الأحمر له جين معين ويوجد في أماكن في زي في اسكندنافيا واسكتلندا. كل هذه نتجت من خلال البداية وخروج هذه المجموعات وتكيف، ولكن لا لن يحدث سبيسيشن في المجموعات الإنسانية، لن يتم عملية التزاوج بشكل نعم. دائم من قبل هذه المجموعات نعم. لكن مع الحيوانات عند الانفصال بينفصلوا نعم. تماما ولا يتقابلوا مرة أخرى بأي شكل من الأشكال نعم. يعني الدب القطبي لن تجد دب قطبي في في مناطق البراون بيرز أو في مناطق الدب الذي يعيش في الأدغال اللي هو البني أو الأسود. إذا نحن ندخل يعني أنت دخلتنا إلى دائرة أخرى الذي هي من السلف المشترك. خليني أرحب بكل المتابعين اللي معنا قبل أن ندخل في السلف المشترك، وأقول إنه أنا راح أضع رابط إذا عنده واحد سؤال أو تعليق بسيط جدا يتفضل معنا، مرحب به. أنا وضعت الرابط، مجرد أن تضغطوا على الرابط تتفضلوا معنا، أهلا وسهلا بكم إذا عندكم تعقيب أو أي سؤال. هاني خلينا ندخل بهذا الموضوع الآن. أنت أخذتنا إلى السلف المشترك، يعني إذا واحد يسمعك ويعرف شيء بسيط من نظرية التطور راح يفهم أنه أنت دخلت أنه هناك كل الأشياء لديها سلف مشترك. ما هي الدلائل القوية التي تطرحها نظرية التطور أن هناك سلف مشترك بكل الكائنات؟ أول شيء الجينيتيك إيفيدنس، الشفرة الجينية، كل التفسيرات الفك الجينيتيك كود لكل الكائنات الحية فيها اشتراكات. يعني سوف أفاجئك وأقول لك أن نظرية التطور يعني الدي إن إيه بتاعت الموزة البنانة تشترك مع الإنسان بنسبة 60%. عيدها مرة ثانية. أنت والموزة تشتركوا ب 60% من الحمض النووي الدي إن إيه. فقط الكلام. من يقول هذا الكلام؟ العلم. لا، أين مكتوب؟ يعني أعطينا دلائل. يعني أو الحلقة القادمة، يعني الحلقة الثانية. حالا اللينك. لا، أحط حالا اللينك. يعني طبعا الناس لازم تتاكد بنفسها، حطوا ككومنت يعني في طبعا حتى يعني اذا واحد يريد يتاكد يضغط على اللينك ويدخل ويتاكد. عندنا واحد متابع يعني هو جي آر، أنا أعرفه على المستوى الشخصي، إنسان محترم جدا، يقول مرة أخرى تكهنات وليست نظريات علمية. لا، أنا أختلف معه تماما. ليس لا، هذا لا يدرس، أنا لا يدرس لا في برلين ولا في ملبورن ولا في هارفارد ولا في ييل. فإذا كانت هناك نظريات شخصية تظل نظريات شخصية، والعلم الذي يدرس في الجامعات المرموقة هذه يقول عكس هذا. طيب انا مش عارف اعلق، ممكن احطها في البرايفت شات. خلص خليه، يعني احنا عندنا اي في البرايفت شات، في بالشات، نورمال شات، نورمال شات، حتى يعني الكل اللي معنا يضغطوا عليها. يبقى لازم افتح على اليوتيوب ثانيه واحده. حطيتها انت بالبرايفت شات؟ انا راح احطها الان. مش حطيتها بالبرايفت شات واحطها كمان في الشات العادي، ما فيش اشكال. اوكي، مش معطياني فرصه
ان انا احطها اذا كنت تحطها بعد اذنك. ما فيش اشكال انا حطيتها. يعني السيد جي ار بيقول ان هذه يعني مغلط، او يعني يستطيع ان يكتب الورقه العلميه التي تضحت تدريس هذه النظريه والحقيقه العلميه في كل جامعات العالم، ومن حقه كانسان يعني ان يقدم يعني واوراق علميه تقول ان، وبناء عليه ارجوكم التوقف من تدريس هذا العلم، وتوقف عن اعطاء الدكتوراه. يعني في تسمع عن السويدي الذي اخذ جائزه نوبل في لسه من حوالي كم اسبوع لفكه للجينوم بتاع النياندرتال. فاذا كانت النوبل تعطى للعلوم المزيفه، فيعني انا لا استطيع ان اعلق على هذا النوع من التعليقات. نعم نعم تمام عزيزي. يعني نحن يعني هل هناك أدلة أخرى على أن هناك سلف مشترك؟ نعم الجزء الآخر احنا تكلمنا عن الجينات، ونتكلم دلوقتي عن الحفريات. عندما الحفريات تم الانتقاد على أن هنا ليس هناك transitional species أو كائنات مشترك ما بينية، يعني ما بين الإنسان والكائنات الحية الأخرى، تم العصور في العقود اللي فاتت على والناس اللي تعيش في أوروبا تعرف هذا الكلام، الناس اللي بتروح المتاحف الطبيعية، هناك بلاثرا يعني العديد والعديد والعديد من الحفريات من الأول. عمسك بقى المنطقة الإنسانية لأن أعتقد أنها بيت القصيد، من أول الأسترالابثين اللي هي السلف المشترك الذي انفصل من حوالي 7 مليون سنة. طبعا لا توجد شيء في النظرية تقول أن الإنسان أصله قرد، هذا للأسف فهم مخطوء في المنطقة العربية، النظرية لا تقول هذا الشيء، لكن نحن والقردة العليا البرايميتس نشترك في سلف مشترك، نحن مصنفين. لكن داروين لم يقول في نظريته إنه القرد هو يعني the line of the human. لا لم يقل هذا أبدا. وطبعا عضد بأن نحن والقردة العليا، مش أي قردة، يعني البابون مثلا والمونكيز مش قردة عليا، نتكلم على الشمبانزي والبونوبو والأورانجتانج والغوريلا، هذه الكائنات الحية هي البرايميتس. على فكرة الإنسان يعني حصعد بعض الناس، احنا مصنفين كحيوانات، نحن نندرج تحت الكينغدم أنيماليا في البيولوجي، ونحن كمان من الرئيسيات، يعني نحن لكن هذا أتى لاحقاً هني. نعم هذا أتى لاحقاً، يعني في نحن نتطرق لنظرية التطور، نظرية التطور تنفي هذا الكلام، هذا الكلام لا يوجد في نظرية التطور. لم أفهم ما الذي هو غير موجود في نظرية التطور. إنه القردة ونحن نشترك في الدي إن إيه أو نشترك بأي شيء أو كروموزومات. أنا طبعاً زي ما قلت لحضرتك إن 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 مات داروين ولا يعرف شيء عن ولا يعرف لم يعرف. احنا نتكلم بقى يعني بننطلق للامام ونقول ماذا فهم بعد كده في هذا الموضوع. فنحن مصنفين في هناك اسم علم اسمه التاكسونومي. التاكسونومي هو عمليه تصنيف الكائنات الحيه، فالانسان مصنف كحيوان وك احد افراد القرد العليا يسمى هيومن ايب، والكائنات الرئيسات الأخرى تسمى non-human apes، يعني قردة عليا. من قال هذا الكلام؟ في التاكسونومي، علم التاكسونومي، علم تصنيف الأحياء. ده consensus، مش واحد فقط قال، ده مجموعة علماء بيقوموا بعملية شيء اسمه classification، يعني عندما يكتشفوا species جديد يحاولوا يصنفوه، ينتهي يعني من أي فرع، من أي class، من أي family، في تفريعة في طريقة تصنيف في البيولوجيا، طريقة علمية لكيف يصنف الكائن الحي وينتمي إلى أي مجموعة من الكائنات الحية. نعم أشكرك جزيل الشكر هاني على هذه المعلومات. خلينا ندخل مرة ثانية بحق الآخر الآن، ألا وهو إنه شجرة الحياة التي خرج بها داروين. داروين اقترح إن الكائنات الحية كلها تنحدر من سلف مشترك مثل ما نحن وضحنا، وشبه تاريخ الحياة على الأرض بشجرة ضخمة،
ولاحقا رأى آخرون أن شجرة الحياة هذه بدأت بساق واحد مثل ما حضرتك قلت هو الخلايا البسيطة الأولى، ثم تفرعت منه أغصان جديدة تمثل أنواع جديدة، ثم انقسمت هي أيضا إلى أغصان صغيرة أي فصائل نباتات وحيوانات، وهذه الأغصان الصغيرة انقسمت مجددا إلى فروع أخرى وهي كل الأنواع من ضمن فصائل النباتات والحيوانات. لكن هل هذا ما حصل فعلا؟ هل هذا هو ما حصل فعلا؟ لو نعم. كان هذا الشيء، يعني خلينا هنا نسأل، لو كان هذا ما حصل فعلا، لو كان هذا ما حصل، هل هناك أدلة أن الأغصان الرئيسية جميعها تتفرع من جذع واحد مثل ما اعتقد داروين؟ نعم، هو نفس السؤال، نفس إجابة السؤال اللي فات. كل لما بنر يعني الرجوع للخلف يؤدي إلى شيء اسمه اللوكا، L-U-C-A بمعنى Lost Universal Common Ancestor، وهو ما يقال عنه الخلية الأولى. هي ليست خلية وحيدة أولى، ولكنها مجموعة من الجروب من الخلايا أنتجت الزخم البيولوجي اللي احنا نعرفه حاليا. لأن هناك علم آخر كنا هنتطرق ليه يسمى الإبايوجينيسيس، وهو العلم الخاص الذي يحاول أن يفسر كيف نشأت الحياة وليس كيف تطورت الحياة. في دائما اختلاط الحياة، لكن هذه الشجرة اللي نحن نتكلم عليها بصددها، في كثير علماء يعني خالفوا ما قاله داروين عن هذه الشجرة، وهو أيضا حتى في كتاب، وأنا راح أعطيك وين قال، يعني في أصل الأنواع اللي طبع في نيويورك سنة 1902 الجزء الثاني صفحة 83، هو قال إذا كانت أنواع متعددة قد برزت حقا إلى الحياة دفعة واحدة يكون الواقع مميتا لنظرية التطور. نعم. فكيف نفهم، كيف نفهم أنه أنت قلت الأحافير يعني تدعم هذا الشيء، وقلت أنه هناك سلف واحد وهو طلع فينا في شجرة الحياة، وبعدين يقول لنا أنه لا يوجد دفعة واحدة كل الذي هو نعرفه. صح، هو صح، وهو ده الكلام صح. هو هي قوة النظرية العلمية أنها تأتي بما يخطئها. أقوى نظريات العلوم تأتي بما يخطئها. فقال داروين أن لو ثبت أن هناك مرحلة زمنية أتت فيها كمية كائنات حية فجأة بدون أي خيوط وراثية تأتي بأصولها، هنا تخطأ نظرية التطور. يعني أعطيك مثال، في القشرة الأرضية فيها أشياء تسمى ستراتا. كل قطعة من هذه الأرض تمثل حقبة زمنية معينة، من البليوسوريك للجراسيك للتراسيك، كل هذه حقب زمنية. فقيل، ودي أحد المقولات الشهيرة جدا لتقطيع نظرية التطور، لأن زي ما قلت النظرية القوية تأتي بما يخطئ، أعطوني حفرية أرنب ما قبل الانفجار الجامبري اللي هي الفترة اللي كانت فقط تعيش فيها الزواحف. لو كانت الكائنات الحية خلقت بشكل واحد وفي وقت واحد، لماذا لا نرى الثدييات في الحقبة الزمنية القديمة مع الزواحف؟ نرى كل قشرة أو استراتا في الأرض، الحقبة الزمنية بتاعتها فيها فقط الكائنات الحية التي كانت تعيش، ولا توجد مثلا الماملز أو الثدييات ما قبل هذه المرحلة. فما قاله داروين إذا تم كان يخطئ نظريته، ولكن لم يحدث على مر التاريخ أن هناك وجد حفرية في منطقة في الأرض لم تكن في الزمن المخصص لها. نعم نعم، جميل. أنا أشكرك هاني. خلينا ندخل، يعني عندي أسئلة أخرى أنا محضرها، يعني شجرة الحياة، يعني تطرقنا لهذا السؤال، ماذا كشفت الأبحاث في السنوات الماضية عن شجرة الحياة التي اقترحها داروين؟ هل هناك أغصان
هل هناك أدلة أن الأغصان الرئيسية جميعها تتفرع من جذع واحد مثل ما أعتقد داروين؟ كمان قلنا هذا السؤال. نعم، التتبع الجيني، يعني أنت لما تتبع جينيا ترجع إلى الوراء فتجد، يعني مثلا نفس كيف تعرف أن ابنك وحفيدك هو حفيدك. نعم، بتعمل يعني احنا دلوقتي في تحقق من الابوه في المحاكم بتعطي الدي ان اي تيست، الدي ان اي تيست يقول لك ان هذا هو ابنك. بنفس الطريقه بتتبع الدي ان اي تيست تكتشف ان هذا هو الانسيستر، هو هذا الجد وهذا الجد الاب وهكذا. نعم. وما ماذا عن الطبيعه، يعني كيف تحتفظ الطبيعه بنسبه شبه ثابته وتوازن بين اعداد الذكور والاناث في عالم الحيوان والانسان؟ هل تتدخل الطبيعة والكيمياء والجينات بهذا أيضا؟ نعم، هي الطبيعة الميوتيشن أو الطفرات عمياء، نعم هي بلايند وهي راندم، ولكن الناتشرال سيليكشن مش راندم، الاصطفاء الطبيعي ليس أعمى، فهو يحافظ على بيختار الصفات التي تؤدي لبقاء هذا النوع. وطبعا هذا النوع في ضغط عليه، تنساش ان المعركه الحيوانيه فظيعه، يعني انت في لو انت تعيش في الادغال ك يعني حيوان بيجري، يا اما انت تجري تصحى من اليوم تجري حتى تاكل والا تموت، او تجري حتى تهرب لتؤكل فتموت. فكله يعني كله بيجري في الادغال، وكل هذه الضغوطات تؤدي الى ان التشيتا، حيوان التشيتا هو أسرع لاند ممل في العالم، 60 كيلومتر في الساعة، السرعة بتاعته متناسق مع الغزالة اللي هي نفسها كمان سريعة، والاثنين يتشاركوا في هذه المنطقة. ولو كان هناك شيء واحد أبطأ بشكل كبير جدا لانتهى. فعملية التطور بتجعل حتى هشاشة العظام هي على حساب قوة العظام، حتى تعطي للتشيتا سرعة كبيرة جدا، هي عظمها هشة، وعلى فكرة ليس عندها أي endurance، يعني لا تستطيع أن تجري إلى فترات طويلة، هي عندها كده burst لفترة وجيزة سريعة جدا، أسرع لاند مامل في العالم كله، ولكن لا تستطيع مثلا أن تجري مثل الذئاب لكيلومترات ولكن بشكل أبطأ. فهذا النوع من التناغم ما بين البراي والبريديتور أو المفترس والمفترس يؤدي إلى هذا النوع، فدي أحد التناغمات. فإن أنت تضمن أن الذكور والإناث دائما بنسبة 48-52-49-51-50-50 تؤدي إلى هذا النوع من الإيكوليبريوم أو الاتزان الإيكولوجي الذي يضمن ضمان بقاء هذا الكائن. نعم نعم. راح ندخل إلى حقل أخير قبل أن يعني ننهي بهذا الحقل، وهو نحن طبعاً خلي نعطي فكرة للمتابعين، هذه الحلقة هي فقط نتطرق إلى بديهيات نظرية التطور، يعني نعرف الناس ما هي نظرية التطور من وجهة نظر هاني سليم، وبعدين في الحلقة القادمة في عندنا حلقات أخرى مع ضيوف أخر أيضاً سنتكلم عن هذا الموضوع، لكن سننهي هذه السلسلة مع هاني سليم في الحلقة الثانية اللي راح نعملها سوا تكون النهاية، ونعطي أدلة أيضا، هو لأنه وعدني راح يعطينا أدلة أكثر عن هذا الموضوع. لكن هذه الحلقة ننهيها بالحقل الذين كانوا معارضين لهذه النظرية. هناك بعض العلماء، لا نقول معارضين تماما في هذه النظرية، وإنما كانت هناك آراء مختلفة عما طرحه داروين. خلينا نبدأ من بعض منهم، وهذول يعني هؤلاء هم علماء، يعني ليس يعني أي إن كان. مثلا مايكل جوردن سنة 1999 يقول، وهو عالم أحياء، يقول نشأت الحياة على ما يظهر من عدة أصول، ولم يكن لشجرة الحياة الشاملة جذر واحد. عندنا عالم آخر اللي هو مايكل روز، عالم أحياء أيضا، يقول لا يخفى على أحد أن شجرة الحياة تدفن في هدوء وبدون ضجة، ونظرتنا الشاملة إلى علم الأحياء بحاجة إلى التغيير من أساسها. هذول الاثنين صار عندنا،
الشيء الأخير قبل ما أنتقل، يعني عالم آخر قبل ما أنتقل إليه، اللي هو لويس باستور. وهذا لويس باستور اللي كان يعني في القرنين الماضيين أيضا كان معارض لهذه النظرية، وأثبت شيء يخالف تماما هذه النظرية. ماذا تقول عن هذه المعارضات أو هذه الانتقادات؟ خلينا نقول أنا عارف إن إحنا كان عندنا نقاش، بس عادي هفتحه لأن ما عنديش غضاضة أبدا. يعني كنا نتكلم تحت الهواء وتكلمت عن توماس هاكسلي أنه كان يختلف مع داروين. توماس هاكسلي أيضا، نعم، اللي هو نعم. اللي هو أسس اللاعدرية، يعني الأجنوستيك. وكان لا يقصد بالأجنوستيسيزم ما يفهم عن الأجنوستيسيزم أنه 50% و50%. أجنوستيسيزم طبقا لتوماس هاكسلي أن معرفة الإله غير متاح، ليست متاحة على الإطلاق. لا أدري، هو لا أدري يعني. نعم يعني، بس هذا ما كان يقصد به بالأدرية. الأدرية نعم. تفهم حاليا على أساس أن 50% و50% هناك إله و50% لا، هو لم يقصدها بهذا الشكل. هو كان يقول أن معرفة الإله غير متاحة، فمن الأفضل أن احنا نكون لا أدريين في معرفته لأنها غير متاحة. أنا كنت أختلف معك وأقول لك أن توماس هاكسلي كل قراءاتي في آخر 25 سنة، وكل يعني أنا أقرأ كل ما قيل عن الأوريجين أوف سبيسيز وعن نظرية التطور، أنا اعتقادي الراسخ، وطبعا ممكن نتأكد أنا وأنت مرة تانية، بس أنا متأكد بنسبة 99.9% أن توماس هاكسلي لم يرفض شجرة التطور عند داروين، ولكن هو كان أحد المدافعين وأحد الأشخاص اللي تم إشهار بسببه، تمت شهرة الـ Tree of Life، لأن تشارلز داروين كان يعرف عنه أنه كان خجول جدا، لم يكن يحب الكلام، كان عالم لا يحب الناس، لا يحب الحفلات والضجيج، وكان عندما يحصل مناظرة أو نقاش حوالين نظرية التطور كان يظهر توماس هاكسلي مكانه، لذا سمي توماس هاكسلي بداروينز بولدوغ أو كلب حراسة داروين، لأنه كان كان يؤيد أفكاره بما فيها أن الكائنات الحية كلها لها سلف مشترك واحد. تشعبت تسمى Tree of Life لأن في بعض الناس بتعتقد أن هناك خط مستقيم ترتقي فيه الكائنات الحية لتصبح إنسان، وأن كما وأن الحياة كلها تحاول أن تصبح إنسان. هذا الكلام خاطئ. الكلام الصحيح هي الشجرة المتشعبة، كل كائن حي عبقري في مكانه، النسر عبقري، الحوت عبقري، سمكة القرش عبقرية، ولكنها تتكيف وتتطور لتتناسب مع الأجواء اللي هي تعيش فيها. عشان كده يعني لكن أنا لم أقول، عفوا هاني، أنا لم أقول إنه توماس هاكسلي نفى ما قاله داروين. نعم نعم، أقول في نقطة واحدة. أنا قلت نقطة واحدة، هو كان مختلف فيها، أعطيت نقطة واحدة، لكن هناك نقاط أخرى أيضا. يعني أنا قرأت، نعم، يعني أنا أعطيك مثلا اللي هو يعني عالم الأحياء مالكوم جوردن، هو اقتبس من كلمات هاكسلي، وهو قال نشأة الحياة على ما يظهر من عدة أصول، ولم يكن لشجرة الحياة الشاملة جذر واحد. ما أنا هنا أنا أشك يعني أصل يعني مالكوم جوردن وهذا العالم اللي يقول عنه هذا قالها سنة 1999. نعم نعم، موجودين هناك في أكثر من، أقول لك إنه بلاش. هناك ألف عالم كتبوا عريضة ولهم فيلم في النتفليكس يسمى مطرودون، طردوا من الجامعات، وعملوا فيلم دوكيومنتري على النتفليكس أن يتم الإخراج بهم من الجامعات العالمية لأنهم ضد نظرية التطور. ما الذي يجمع هذول العلماء؟ أنهم خلقي يعني، ويقدموا ما يسمى بالإنتليجنت ديزاين. هم نفس مجموعة الديسكفري انستيتيوت ومايكل التصميم الذكي، يعني قصدك التصميم الذكي. نعم، ولكن إذا 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 أي شخص كتب حالا على جوجل أو الشات جي بي تي
خلاص جوجل راحت عليه. تشات جي بي تي بقى خلاص بقى موضة قديمة يعني. تكتب بس intelligent design، أول جملة حتكون مكتوبة intelligent design is a pseudo-scientific explanation for the existence of God. يعني معناتها أن التصميم الذكي هو علم مزيف يحاول إثبات وجود الإله. هو لا يقدم نظرية بديلة، كل ما يقوله أن نظرية التطور لا تستطيع أن تفسر، هو لا يقدم علم. عشان كده حكمت 5 مرات في المحاكم في الولايات المتحدة في محاولة تدريس الانتليجنت ديزاين على أنه كومبيتينج أو علم منافس، أنه لا يمكن، لأنه لا يمكن أن يعتد به كنظرية علمية. الساينتيفيك كونسنسس أو الاتفاق العلمي أن هذه الفرضية لا ترقى لنظرية، لأنها لا تلتزم بمعايير العلوم، في أنها لازم تقدم موديل، وهذا الموديل تستطيع أن تعمل عليه تيستينج تجارب وتعمل توقعات وتأتي بتخطيئات. يعني العلم الصحيح يقول إذا كانت نظريتي خاطئة فسوف تشاهدون التالي، كما فعل أينشتاين في نظرية الجاذبية النسبية العامة عندما قال لو أنا على خطأ أو لو أنا صح، هناك نجم حيأتي مع سولار إكليبس، هذا النجم الضوء بتاعه حينحني بهذا المقدار أثناء مروره عبر كتلة الشمس، لأن في نظرياته كتلة الشمس تعمل curvature، انبعاج في الزمكان، فتؤدي إلى انقصاء انبعاج الضوء، وتم فعلا الرصد. يعني إذا كانت توقعاته غير سليمة فيحدث هذا. هكذا هو العلم. لكن للأسف يعني هدول العلماء الأجلاء يعني محفزين ببعض الأشياء، لا يستطيعوا أن يثبتوا نظرياتهم بتجارب أو بشيء، مجرد كلمات مطاطة. نعم أنا أشكرك هاني. خلي نلخص، يعني خلي نلخص كل ما قلناه. تمام. إذن يعني لو لخصنا ما تستند عليه نظرية التطور، وتشمل أيضا هذه النظرية الأفكار التالية: جميع الكائنات الحية تطورت من سلف مشترك منذ وقت طويل جدا. ثانيا، يمكن أن يتطور شكل الحياة إلى شكل آخر مختلف كليا، وتسمى هذه العملية التطور الجليل. ثالثا وأخيرا، إن الطفرات تحول نوعا من الكائنات الحية إلى نوع جديد كليا. هل هذا هو ليست الطفرات فقط، الطفرات مع الاصطفاء الطبيعي مع الابتعاد الجيني والابتعاد الجغرافي. الحقيقة أن الابتعاد الجيني والابتعاد الجغرافي هي أقوى العوامل على الإطلاق في عملية السبيسيشن أو التحول من نوع إلى نوع. نعم أوكي، شكرا جزيلا للإضافة. إذن هذا هو ما لخصناه يعني اليوم. نحن أعطينا في هذه الحلقة يعني رؤوس أقلام عن نظرية التطور، حتى إذا دخلنا في العمق نشرح أشياء أخرى، ويكون على الأقل يعني بدايات كيف ندخل في هذا الموضوع. خليني أسألك الآن أسئلة أخرى ما لها علاقة في نظرية التطور، يعني بين قوسين، هل نستطيع أن نقول إنه نظرية التطور هي بمثابتة الكتاب المقدس للملحدين؟ لا، زي ما قلت ليس لا علاقة بالإلحاد. هناك زي ما قلت فرانسيس كولينز رئيس جينوم في الولايات المتحدة للهيومن جينوم يعمل في التطور. هناك علماء مسيحيين ومسلمين ويهود ومؤمنين وهندوس يعملوا في مجال التطور، ولا يمنعهم هذا من مزاولة إيمانهم. لكن يعني الملحدين ما يعني نسبة أكثر من 90%، يعني مجرد ما أصبح ملحدا يلتحق إلى هذه النظرية. بس علي أن يفهمها، لأن إذا كان فقط ملحد ويتقبل حتى لا يفهمها، هو يؤمن فيها ويصدق فيها ويقول يبقى هو في خلاف معي، لا أتفق معه. أنا أحب الناس أنها عندما تعتنق فكرة تفهم لماذا تعتنقها ولماذا، إنما تعتنقها يعني أنت خرجت من معضلة تدخل في معضلة أخرى، أن أنت تتقبل فكرة وكل ما يحتويها بسبب أنها wholesale، يعني ما
وقع في ال... ده عندي برضو مشكلة معه. هل أنت يعني شفت أو مثلا يعني حضرت هناك مناظرات بين ملحدين ومؤمنين بالخلق، مناظرة يعني شيء يعارض شيء آخر؟ الحقيقة مش حضرت. أنا يعني أنا في يوم 10-11 مارس أظهر في قناة في الولايات المتحدة لمناظرة مسلم باكستاني. نعم. في هل هناك علوم في القرآن أو تنبؤات علمية في القرآن؟ نعم شهدت. باللغة الإنجليزية ولا؟ باللغة الإنجليزية. أوكي. شكراً شكراً. نعم نعم تفضل. أدخل في هذه المناظرات يعني. حلو حلو جميل جدا. يعني أنا أيضا يعني سأضع رابط قناتك عندي، وإذا المتابعين يحبون يعرفون عنك أكثر أنا سأضع رابط قناة هاني سليم في صندوق الوصف description، وزوروا قناته وشوفوا كيف يتكلم عن هذه النظرية. نحن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة عزيزي هاني، إذا عندك كلمة أخيرة تحب تقولها تفضل. متشكر جدا ليك يا آدم، متشكر ان انت يعني متوسع الآفاق ولك يعني اهتمامات كثيرة، ولا تجعل اعتقاداتك الشخصية انها تؤثر في ان انت تتحاور وتناقش. ده يعني انت عملة نادرة جدا الحقيقة في هذا الوقت من الزمان، وبتسمع وبدردش بتاخد كلام من هنا وتتأكد من الكلام وتتأكد من المعلومة. وانا فخور جدا ان لي صديق جديد بهذا الشكل وبهذا الرقي، وأشكر كل يعني متابعينك الراقيين. واضح في الشات كمية الرقي الموجود والأسئلة المنطقية والتداخل. يعني عادة أدخل في شات في حلقات أخرى ألاقي الناس عم توزع ورود وتصبح على بعض وغير مهتمين بالنقاش، ولكن على الأقل أنت جمهورك واعي يعني وداخل في حتى يعني حمية النقاش. أنا أحب هذا النوع من أن الناس فعلا مندمجة في النقاش، وده يعني إلى عالم أفضل بالذات في منطقة الشرق الأوسط اللي هي تحتاج الكثير والكثير من الدعم حتى يعني تلحق بالقطار قبل أن يفوت. نعم نعم صحيح. وأنا أشكرك أيضا على كلماتك الجميلة، أشكرك جزيل الشكر، وأشكر كل اللي كانوا معنا على الشات واللي راح يشوفونا بعدين أيضا يشوفوا هذه الحلقة. وخلوكم معنا أنه عندنا سلسلة بهذا الموضوع، سيكون معنا ضيوف آخرين يعني يتطرقوا لهذا الموضوع. وابتداء من غدا ستكون هناك على هذه القناة مناظرة، خلينا نسميها مناظرة لأنه أنا أكره هذا الشيء اسم مناظرة، خلينا نقول جدلية، والموضوع هو جدلية وجود إله. ستكون معنا ماري يوسف من الطرف الديني، ومن الطرف الملحد سيكون معنا وسام حسن، وستكون يعني على شكل مناظرة. كونوا معنا، ولكم مني كل الحب والاحترام، ونهاركم سعيد وتصبحون على ألف خير.